هذا الفيلم واخد لنا وقت كبير، واخد لنا تقريبا 5 سنوات اشتغلنا عليه ما بين الكتابه والانتاج واخرج الوجود. ولكن هذه 5 سنوات واخا بسبب جائحه كورونا يعني فادتنا، اننا كتبنا وعاد كتبنا، وصلنا لاكثر من 30 فيرسيون نتيجه اللي راه تشوفوا اليوم. دونك كنتمنى ان احساس الفيلم يوصلكم، وكنتمنى لكم خرجه ممتعه. شكرا. شكرا. إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها، إذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، إذا خاطبتكم فصدقوها، لأن المحبة كما تكللكم فإنها أيضا تصلبكم. فكرة الفيلم هي جات من كيفاش الناس اللي كيعيشوا على هامش المجتمع كيفاش كيعيشوا علاقات الحب، اللي كتكون علاقات اللي مختلفة على الناس اللي العلاقات اللي كيعيشوها الناس الاخرين، اللي مثلا وصلوا لواحد المستوى ثقافي ودراسي وانهم وصلوا لداكشي اللي بغاو في حياتهم. دونك كنا بغينا نسلطوا الضوء على هاد الناس اللي كنعيشوا معاهم كل نهار، واللي كنشوفوهم، واللي كنتقاطعوا معاهم كوتيديانمون، ولكن كنتجاهلوهم او كيديرونجيونا في حياتنا، وهما برغم انهم عندهم الاحقيه باش يعيشوا معنا. دونك هذه هي الفكره ديال الفيلم، اننا نهضروا على الناس، نتكلموا على الناس على هامش المجتمع وكيفاش كيعيشوا على هذاك الهامش. دابا الفيلم بصفه عامه خد علينا تقريبا 5 سنوات من الكتابه، الانتاج، وانه خرج للسينما. كنت كتب قبل من الفتره ديال الكورونا والحجر الصحي، كنا غنصوروا هذيك الساعه في 2020 هي فاش جات كورونا وحبسنا، ما قدرناش نصوروا. صورنا في الفتره ديال الطوارئ الصحيه. شي اللي يكون شاد شي بوليكسيونير واعر والله حتى يخلص لي باب الدار، ولكن انا مربي على الكبده. وانت اخويا مربي تكبده على شي رونج نقعدوا بها الميمون حتى حنا كي الناس. انت ملي كنبيع في غبره حلو حليت المنطقه. قال له تبرع عليا مع راسك. شنو؟ ديبلوم. شنو عطاك مني؟ وانت جايب لي ديبلوم ديال طب الحيوان. بحال الحيوان بحال البشر هكا واحد. كنعطيك رزقي، بغيت ديبلوم بصح. اولا بالنسبه للرسائل ماشي انا اللي كنعطيهم، انا كنبقى انتربريت. رسائل بغات تعطيهم السيناريست والمخرجه. بالنسبه لهذا الدور انا بالنسبه ليا شخصيه جديده اللي ما عمرني ما لعبت، واللي غتخليني يمكن نقدر نلعب دي غول بعاد عليا، اللي ما نخافش، ما نبقاش نفكر بزاف. يلا اولا انا اختاريت هاد المهنه ماشي باش نتشهر، ولا اختاريت المهنه بوغ لو بليزير ديال التمثيل ديال لانتربريتاسيون. دونك غايب ونتمنى ان دائما يبقى عندي هاد البليزير ما يمشيش، وان شاء الله شحال ما طول لي ربي العمر غنبقى نلعب شخصيه مور شخصيه، ونتمنى يجيوني شخصيات مركبه ولا بعاد على الشخصيه ديالي. واش حكرتي لنا على عزيز داداس؟ هو ماشي انا، ماشي انا، سعاد اللي حكرت عليه، اما مجدودين ما نقدرش نحكر على داداس بالعكس. السير اللي مع الوقت لقينا كنتشابهوا انا وياه، كنتشابهوا بزاف. شخصيتي وشخصيته كنتشابهوا، واخا كل واحد جا من نجا من عالم، كل واحد جا من مدينه، كل واحد عنده قصه حياته، وراجل انا مراه، ولكن كنتشابهوا بزاف. كنتشابهوا سورتو في كيفاش كنفكروا في السينما وفي الخدمه، كنفكروا بلا ميم مانيير. جو بونس كو سي سا لو سيكري. أنا بالمشاركة ديالي في فيلم على الهامش، هو من ما بين الأفلام المهمة في المسار ديالي كممثل. تعلمت فيها بزاف الاشياء كممثل، لان بالنسبه لي انا اي مشروع بالنسبه للممثل خصو يكون متابه تكوين ومتابه تقنيات جديده كيتعلمها في هذيك التجربه. عجبني بزاف لان الجمهور، الناس اللي كنعرف ولا حتى الناس اللي ما كنعرفش، كان عندهم تفاعل ايجابي مع الفيلم ككل، بالنسبه للقصه، بالنسبه لاداء الشخصيات، بالنسبه للاخراج.
وكنظن ان هادو هما اهم حاجه بالنسبه للممثل، هو انه يتمتع وهو كيصاوب شي حاجه مامن بها، وديك المتعه توصل للجمهور كذلك. الفيلم هذا هو اللي زوين في الفيلم، هو انه كيناقش بزاف ديال القضايا المجتمعيه، المنظومه الصحيه، البيدوفيليا، العلاقات، يعني الاتجار بالاعضاء البشريه، الاتجار بالبشر. ولكن في نفس الوقت انا بالنسبه لي ان هذا الشيء اللي زوين في السينما ولا الفنون بشكل عام هي اكثر ما انها كتوصل رسائل، فكتفتح نقاشات وكتطرح اسئله، والفيلم كيطرح بزاف ديال الاسئله.